هاي، كيفكن؟ كل بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الثور. رح احاول احكي عن الاحوال العاطفية لإلك، رح احاول احكي عن مشاعر الحبيب، نواياك انت بالتوازي كذلك. رح احاول احكي حتى عن ناس العزاب، هل في شخص يعني رح يكون بحياتهم او جديد رح يتعرفوا له. اوكي، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، تدعموني بالكومنت، وما تنسوا تفعلوا جرس الانذارات ليصلكم كل جديد بحطه بالقناة. كمان على انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. اذا حسيت انه هذه القراءة لا تشملك او ما بتحكي عن قصتك انت، حاول تشوف فيديوهات تانية اللي هي البرج الشمسي والقمري او الطالع، لانه انا بنوي على 3 ابراج. اوكي، عم شوف انا يا برج الثور، على انه انت في عزلة مع النفس، انت مبتعد عن الناس، مبتعد عن كل اشياء اللي عم تجيب لك قلق. عم شوف انه في تغيير رح يحصل بحياتك، وخاصة من ناحية العاطفة في تغيير جذري رح يحصل، في موت وحياة جديدة. اوكي، انت رح تتغير، انت رح تبدأ من جديد بعلاقة، حتى ممكن انه تغير نظرتك تجاه العلاقة، تكتسب اشياء جديدة انت ما كنت عارفها، ممكن حتى انه تكون في علاقة من الماضي ستعود لتحيا من جديد. يعني حتى كانت حسستها انه خلاص ماتت، وسنوات ما عم تحكي مع هذا الشخص، وبيرجع بشيء من الندم، وممكن حتى انه يطلب الغفران منك وانه بده يتزوجك. اوكي، حس انه انت الشخص المناسب لانه عم يطلع دو هايت بريستس. اوكي، كانه حس انه انت الشخص المناسب بحياته، بده يكمل معك حياته. اوكي، عم شوف حتى انه الشريك يعني الحبيب بده بديهي جديدة. عم شوف طاقته حاليا، طاقته طاقة المحب. هذا الانسان بحبك عن جد، وبده بداية جديدة معك، بده يوطد العلاقة اكثر، تصير سترونج وتصير قوية وتصيروا مع بعض. اوكي، كأنه هذا الانسان له زمان ما حكي معك، له زمان حتى نسيت انه رح يرجع، وهذا الانسان تغير كومبليتلي، او يعني مر بتغير كتير كبير بحياته لتوصل انه انت الشخص اللي بده يكمل معك حياته. وعم شوفه بده يرجع العلاقة كتير قوية، عم شوفك او بشوف مشاعرك. اوكي، كنت دائما عم تفكر فيه، دائما كنت في ارق وفي تفكير دائم من ناحيتك انت يا برج الثور. عم شوفك يا برج الثور، اوكي، حتى انت كان بدك بدايات جديدة، كان بدك بدايات، بس مو مثل البدايات السابقة، كل مرة يرجع ويقول لك حكي منو صادق. اوكي، كأنه كان بدك بدايات تكون حقيقية، انه يتغير هذا الشخص فعليا، وانه تتقدموا بالعلاقة. حتى انه هذا الانسان عم شوف بده يرجع العلاقة يعني الى ما كانت اليه واحسن، عم شوف نية هذا الانسان في زواج. اوكي، بده يتزوجك هذا الشخص. اوكي، الشيء اللي ما بحبه فيك يا برج الثور، ممكن انت قفلت الابواب عليك، ان كلامك حاد جدا مع هذا الانسان، قافل ابواب التواصل، لانه بيطلع لي الايس اوف سوردز مع الايت اوف وانز. ايت اوف وانز تعني محادثات ورسائل كتابية، والايس يعني بلوك، في شيء من الحدية، يعني كأنه انت قاطع كل الابواب، ما بدك تحكي ابدا مع هذا الانسان. وكان قرارك كتير بالنسبة له، ايه، في كلام جارح، كأنه تداولت كلام جارح بيناتكم، او حتى لو يعني مو بالضبط انه يكون كلام جارح، ممكن يكون كلام حاد، يعني كلام قاسي، بس عم شوف في قرارات حاسمة
أخذتها اتجاه هذا الحبيب، وممكن هو بالنسبة له كان شوي قرارك مجحف تجاه هذا الشخص. عم شوف حتى الأشياء الإيجابية اللي بحبها فيك، على أنه أنت آدم إنسان، شخص إنساني، يا ما ساعدته بحياته، يا ما جعلت يعني دعمته بحياته، كنت دائما تنظر إليه بشيء من الإيجابية. حاليا عم يقدر هذه الأشياء. على فكرة الأشياء اللي ما بتحب فيه أنت يا برج الثور، كأنه هذا الإنسان في كارما، عم يطلعلي ورق الكارما، و هذا الإنسان عم يطلع لي كأنه خانك، مع شخص آخر، في خيانة من نوع خاص يعني أنت حسيتها يا برج الثور. حتى ممكن هي برج الثور عم شوفه في نوع من السحر، البعض كأنه نعمل لهم أشياء يعني مو حلوة، نعمل لهم أشياء مش حلوة أبدا، وكأنهم كان قصدهم يؤذوك يا برج الثور، وكان بيؤذيك هذا الإنسان، بيؤذيك من جميع النواحي. عم شوف في أذية لإلك يا برج الثور. ممكن هذا الإنسان توصل حاليا على أنه أنت الشخص المناسب لإله، وأنت الشخص الذي ظلمك كتير بحياتك، كتير ظلمك، وفي يعني لهيك عم بفكر أنه يتزوج، وبفكر أنه أنت الشخص المناسب، وأنه يصلح الأمور، ويعني بيطلع لي تغيير حاصل بشخصيته بشكل غريب عجيب. أوكي، لهيك أنا بيطلع لي أنه أذاك هذا الإنسان كتير، كتير أذاك. ممكن لهيك أنت سكرت الأبواب، سكرت كل الأبواب الكوميونيكيشن بيناتكم، خلص ما بدي أحكي معك، وما بديش أي شيء معك. حتى عم شوف أنه الأشياء اللي بتحبها فيه، حتى بالأشياء اللي بتحبها فيه عم شوف في كأنه أنت ما ضل أشياء حلوة تتذكروا فيها. أوكي، كأنه هذا الإنسان عم شوف في خسارة حتى بالأشياء الحلوة، ما عم شوف في أشياء حلوة، عم شوف التاور، وهي أصعب كارت بيطلع يعني بالتاروت، يعني كأنه أنت كنت على مقام كان عم يكذب عليك هذا الإنسان، وكنت بأعلى هذا البرج، وفجأة انصدمت من شيء، وفي صاعقة دربت هذا البرج وأوقعتك. أوكي، يعني أنت انصدمت من هذا الإنسان، كأنه كنت ما عم تشوف الحقيقة أبدا، ما كنت عم تشوف حقيقة هذا الشخص، بس انصدمت فيه كتير. عم شوف أنا أنه خلص ما بدك نهائي أنه تكون مع هذا الإنسان، لأنه منه صادق. حتى نيتك أنت تهتم حاليا، بتهتم حاليا بالعمل، تهتم لنفسك، تهتم لشخصيتك، تهتم لكتير من الأشياء برج الثور، بس ما عم شوفه، عم شوف يعني عم تعطيه اهتمام أكثر. حتى هو هذا الإنسان بده يعني رجع الأمور، بس هو بيعرف من جوات قلبه انه الامور خلاص نسكر عليها، وانه الامور وصلت لمرحلة لا تستطيع الرجوع. يعني عم شوف في نية انه بيطلع لي دسان، يعني في نية انه ترجع الامور الى ما كانت اليه من قبل والى البدايات. اوكي، يعني هو اصلا حائر، يعني كأنه بحس حاله بركة اذا يعني رجع لإلك او رجع لإلك ترفضه. اوكي، لهيك انا عم شوف في حيرة من نفسه وفي امره. اوكي، في كتير اللوجن، وفي كتير اوهام عم تجي بباله، في كتير سهر لهذا الانسان، كتير ندمان، بس ممكن عمل اشياء لا تغتفر،
بالنسبة لإلك. أما مستقبل العلاقة، ما عم شوف في مستقبل جيد، لأنه بيطلع لي الفايف اوف بنتكلز، في فقر، في عدم، ممكن حتى أنت ما رح تعطي فرصة أصلا لهذه العلاقة لترجع، كأنه أخذت منك الكثير ولم تأخذ منها إلى الألم. أوكي، ما عم شوف أصلا مستقبل العلاقة يقول إلى شيء. عم شوفك كتير تعبان يا برج التور، عم شوفك بلشت تتشافى من هذه الآلام. أوكي، حتى مشاعرك أنا ممكن بعلم، لأنه أكملت القراءة، عم شوف أنه مشاعرك كانت مو أنه بدك ترجع هذه العلاقة، بدك أنه تبدأ بداية جديدة من غير ألم، لأنه تعبت بالسابق، كان في تفكير وفي ألم وفي جرح كتير قوي، بس بدك بداية جديدة تحصل بحياتك أنت يا برج الثور. حتى أنه بشوف للناس اللي عزيب ما عندهم حدا بحياتهم، عم شوف في شخص جيد، عم شوف في شخص مادية حلوة رح يأتي بحياتك، كتير إنسان جميل، حتى ممكن يكون شخص من بلد تاني مو من بلدك، مسافر، وحتى ماديته حلوة، عم شوفه شاب كتير حلاوة، عم شوفه حتى شخصية رح تجلب لك السعادة، عم شوف في للناس العزاب، عم شوف في يعني علاقة جيدة جدا، حتى انه يعني النصيحة انه هذا هو حب حياتك، هذا اللي رح تتعرف عليه بشهر فبراير أو حتى بالمستقبل، هذا الإنسان هو حب حياتك، وهذا هو الشخص اللي كتير حلو تكمل مع حياتك، كأنه هذا الشخص خلص رح، لأنه يعني بطاقة الثور بيطلع التغيير رح يحصل بحياتك، لازم يعني تتعرض للتغيير، وهذا التغيير رح يجيب لك يعني، وخاصة العزاب، أشخاص، شخص، وخاصة شخص جيد جدا. بيقول لك انه هذا الوقت انه تنقي طاقتك، لانه خلص، لانه عم شوف انه تنسى كل your ex، يعني تنسى الحبيب السابق، وتنسى الالام اللي عشتها مع هذا الشخص. اوكي، خاصة انا عم شوفها خاصة للناس اللي بعلاقة اللي هن منفصلين اصلا، عم شوف هذه الكارت لإلهم، لانه بيقول لك لازم خلص تشيل هذا الشخص من حياتك، ما انه شخص مناسب ابدا. وبيقول لك فينانس اند كارير. اوكي، بقول لك انه ماديا، انه تهتم اكثر بالماديات وتهتم بالعمل. اوكي، حاليا اهتماماتك رح تنصب الى هذه، الى الفلوس، المال، والى الى العمل، الى المهني. اوكي، لأنه ممكن حاليا الطاقات أو الشخص الذي سيأتي ندمان ما سبب لك إلا الألم، وكأنه الأوراق حتى عم شوف الطاقات يعني تحذر إنه ترجع لهذا الشخص. بقول لك إنه لازم يعني تهتم أكثر لأشياء عديدة، ما تهتم لأشياء سلبية، لأنه دائما طاقة إذا بتنمو، وعلى شو يعني حطيتها بتنمو، يعني إذا حطيتها بالعمل وبالفلوس رح ينمو ليصير أشياء جيدة، إذا حطيتها بعلاقات فاشلة ما رح تعطيك إلا السلبية وكل الآلام. كمان بيقول لك بي سترونج، لازم تكون قوي، لازم بيقول لك انه انت اقوى مما تظن، لازم تقوي حالك وتكون سعيد. اوكي، بيقول لك ما عم شوف في فولاتيليتي، عم شوف في انه في انفجارات رح تحصل، كأنه خلاص بيكفي ألم، يكفي جرح، أنا بدي أعيش حياتي، بدي أهتم للعمل، أهتم للفلوس، أهتم لأشياء عديدة، ما أهتم لعلاقات فاشلة ما شفت منها إلا الألم. بقول لك إنه
لكن كل الأشياء اللي تعرضت لها سلبية ما هي إلا لتحسن من الموارد المادية لإلك والنجاحات المالية. أوكي، هذا اللي بيطلع لأصحاب القراءة لبرج الثور. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا.